حول الموضوع ينضم لنا عبر الهاتف مباشرة من الرياض مختار اليافعي رئيس تحرير صحيفة عدن 24. سيد مختار مساء الخير، أهلا بك معنا. التقرير تحدث بالتفصيل عن موجة النزوح في اليمن بسبب الحرب، بسبب ما تقوم به الميليشيات الإنقلابية. آخر إحصاءات لديكم من خلال متابعاتكم عن الوضع الإنساني خاصة في اليمن وحركة النزوح؟ نعم، مساء الخير عليك وعلى جميع السادة المشاهدين. في الحقيقة الإحصاء الأخير الذي تطرق إليه تقريركم كان إحصاء دقيق. في الحقيقة قد أضيف أنه أكثر من 2 مليون نازح خارج البلاد، إذا 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 ما حسبنا أن المهاجرون اليمنيون الذي يعملون خارج البلاد أصبحوا لاجئين بسبب عدم استطاعتهم العودة إلى الأراضي اليمنية. وبالتالي في اعتقد منذ بدايه الازمه اكثر من 2 مليون مقيم يمني داخل دول الخليج لم يستطيعوا العوده بسبب الاوضاع، بسبب الانقلاب الذي تسببت فيه ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح. هذا بالنسبه للنزوح الخارجي. في النزوح الداخلي الان اصبح الوضع أسوأ بكثير، سواء في المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيين من خلال التعامل القمعي الذي تستخدمه الميليشيات الانقلابيه، او من في المناطق التي تسيطر عليها الشرعيه. اصبح بعض المدن يضطر كثير من ابناء المدن وخاصه المناطق الحاره مثل عدن وغيرها للنزوح الى الارياف بسبب درجه الحراره المرتفعه وعدم توفر الخدمات التي الى اللحظه الحكومه الشرعيه لم تستطع توفيرها للمواطن. طيب مخيمات النزوح والمناطق التي ينزح لها هؤلاء، يعني من خلال التقرير وضح بشكل أظهر بشكل واضح بأنهم يفتقرون إلى بعض الأساسيات، الخيم ليست بشكل المطلوب، الوضع الإنساني جدا متأزم هناك. بحسب متابعاتكم المساعدات الإنسانية والجهات المعنية والجهات الأممية كيف تقوم بمساعدة هؤلاء؟ دعيني أشير هنا إلى الدور الذي تقوم فيه وزارة حقوق الإنسان منذ تعيين الدكتور محمد عسكر وزيرا لوزارة حقوق الإنسان. في الحقيقة بدأت تثمر جهود هذه الوزارة التي كانت تعتبر شبه معدومة في الفترة السابقة. الوزارة ظلت بدون وزير ما يقارب السنة أو السنة والنصف، وقبلها كانت وزارة في الإنابة، وبالتالي كان عمل الوزارة ضعيف جدا وقد ربما يوصل إلى المعدوم. في الحقيقة الدور الذي تقوم فيه المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية دور عظيم، ويعتبر الوحيد بعد دور الهلال الأحمر الإماراتي الذي وهم الاثنان الذي قمان بدور كبير جدا في المناطق المحررة وحتى في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين. الأمم المتحدة نحن إلى الآن نقول أن دورها ضعيف جدا، لا يرتقي إلى المستوى الذي يفترض أن تكون تعمل فيه هذه المنظمات الأممية على الأراضي اليمنية. أشكرك على هذه المداخلة مختار اليافعي رئيس تحرير صحيفة عدن 24، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض.